اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل اختيار طريقة تسجيل من الاختيار طريقة تسجيل استفادة من الدعم الاجتماعي المباشر عبر الهاتف. نقوم بالضغط هنا، نصف نقوم ببحث عن موقع ACDPMA، نصف نقوم بالضغط على طلب الاستفادة، هنا سوف نقوم باختيار الجنس انثى او ذكر، هنا سوف نقوم بكتابة طلب بطاقة الوطنية التعريف الالكتروني، هنا سوف نقوم بكتابة معرف الرقمي، هنا سوف نقوم بادخال تاريخ الولادة، هنا سوف نقوم بادخال رمز الاعلى، سوف نقوم بالضغط هنا التأكيد. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم فيديوهات القادمة إن شاء الله.